أهلا بكم من جديد. رفع معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة اختيار البنك الدولي مملكة البحرين ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسناً من بين 190 دولة وذلك في مؤشر تيسير ممارسة الأعمال العام 2020 مثمناً هذا الإنجاز الذي حققته فرق العمل بفريق البحرين في مجال تسهيل الإجراءات وممارسة الأنشطة والأعمال التجارية. وفي إنجاز آخر متصل تم اختيار البنك الدولي للجنة التخليص الجمركي بمملكة البحرين كنموذج ناجح عالميا في تيسير حركة التجارة ومعالجة المعوقات بين الجمارك والجهات العاملة في المنافذ. وأشار رئيس الجمارك خلال افتتاح اجتماع لجنة التخليص الجمركي إلى أهمية الاستفادة من القائمة البيضاء وهي القائمة التي لا يتم طلب موافقة الجهات الرقابية عليها في الاستيراد أو التصدير حيث يهدف العمل بهذه القائمة إلى سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وبالتالي رفع نسبة الواردات إلى مملكة البحرين. هذين الإنجازين اللي تحققوا يحملون مسؤولية مضاعفة فاللي تحقق جاء نتيجة عمل جميع منتسبي فرق العمل واللي ينتمون إلى فريق البحرين. الآن أمامنا تحدي أكبر وهو تعزيز موقع البحرين ودعم البنك الدولي ومساعدته في مساندة الدول النامية اللي تحتاج أن تعزز إجراءاتها اللوجستية وتطوير قطاعها اللوجستي. البحرين اليوم أصبحت واضحة على المؤشرات الدولية جميعاً وبدت أنها تكون أحد الدول اللي يستفاد منها من هذه التجارب. طبعاً برنامج النافذة الواحدة أفق يمثل حلقة الوصل لجميع الجهات الرقابية وعلاقة مباشرة مع المستثمرين والمستوردين وهو اللي الدور اللي يقوم بتشجيع الاستثمار والاستيراد في البحرين. طبعاً بناء على توجيهات الحكومة الرشيدة تم تشكيل هذا النظام وهو حاليا في مراحل متقدمة جدا في طور تنفيذ النسخة الجديدة من النظام اللي بيحتوي على مميزات أكثر طبعا بشهادة جميع المستثمرين في البحرين أن النظام سهل لهم وايد من الأمور وخاصة الحركة الجمركية والحركة التجارية على جسر الملك فهد. جمارك لها دور كبير في انسيابية التعاون مع الجهات الرقابية. مجلس الأعلى للبيئة طبعا عن طريق العديد من التنسيق المشترك ومن ضمن هذه اللجنة اللجنة التنسيقية خلال الثمان سنوات الأخيرة عزز الدور الرقابي في منافذ مملكة البحرين من خلال الرقابة على المواد الكيميائية اللي تستورد أو تصدر عن طريق المخلفات اللي تم استيرادها أو تصديرها لخارج البحرين أو المواد المشعة اللي تستورد أو تصدر أيضا أصبح وجود نظام مشترك بين الجمارك والجهة الرقابية للمجلس الأعلى للبيئة حريص على تأكيد وتعزيز الجنبة الرقابية وانسيابية الحركة. احنا في الجانب الرقابي نظل الأمرين شلون نتأكد من البضاعة اللي تستورد لمملكة البحرين هي بضاعة وفق الاشتراطات والقوانين المعمول فيها في الوقت نفسه شلون ما نأخر التاجر في المنفذ. استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة توعوية حول المتطلبات الخليجية للدراجات النارية والإطارات والتي نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس وبالتنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي تنظيم هذه الندوة لتوعية التجار بشأن البرنامج الرقابي على الدراجات النارية وإطاراتها والتحديات التي يواجهونها بشأن الآلية السلمية
أو الألمانية السليمة في الحصول على شهادات المطابقة الخليجية وتبيان دور كل جهة بشأن شهادات المطابقة الخليجية ولفتح المجال أمام التجار والمعنيين لمناقشة ومعالجة الإشكاليات التي لديهم. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. وإلى فقرة أسواق المال لاستعراض الإغلاقات لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، فقد أقفل مؤشر البحرين العام باللون الأحمر منخفضا بنسبة 0.06% ومقفلا عند مستوى 1515 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والتأمين والخدمات وأيضا الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 2,608,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 565,000 دينار تم تنفيذها من خلال 50 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع الخدمات. ننتقل مشاهدينا إلى إغلاقات بقية البورصات الخليجية، وكما نلاحظ كانت أغلب البورصات باللون الأحمر بتراجع. نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 0.48% بإقفال عند مستوى 8,052 نقطة بتأثير من انخفاض قطاع تجزئة الأغذية بشكل رئيسي في تداولة اليوم. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت على تراجع بنسبة 0.22% وأقفلت عند مستوى 6,161 نقطة بتأثير من تراجع لقطاع العقارات. سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 0.06% وأقفلت عند مستوى 5,054 نقطة، وجاء على رأس الهبوط أيضا أسهم قطاع العقارات. سوق دبي المالية تراجعت بنسبة 0.08% وأقفلت عند مستوى 2,778 نقطة، وذلك مع هبوط أسهم قطاع السلع الاستهلاكية خلال تداولات اليوم. سوق العاصمة العمانية كانت الوحيدة الرابحة في تداولة اليوم بارتفاع بنسبة 0.47% مقفلة عند مستوى 4,036 نقطة بفضل صعود أسهم قيادية في جميع قطاعات البورصة. أعادت شركة موانئ دبي العالمية شراء سندات متوسطة الأجل تبلغ قيمتها 26,150,000 دولار، وكانت الشركة قد وجهت الدعوة في 19 سبتمبر إلى حائزي سنداتها العالمية متوسطة الأجل والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار باستحقاق عام 2020 بالتقدم لبيعها حسب ما نشرت صحيفة البيان الإماراتية. وتوقعت الشركة أن يكون الأول من أكتوبر تاريخ تسوية السندات التي تقدم حاملها بعروض لبيعها. اكتمل النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة النيل لحليج الأقطان بنسبة حضور تاريخية تخطت 62% تعادل 33 مليون سهم. ويذكر أن مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان كان قد وجه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة من أجل مناقشة اتفاق الشركة مع الدولة، والذي يقضي باحتفاظ المساهمين بالملكية مقابل سداد تعويض للدولة بقيمة تقترب من 400 مليون جنيه. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. شركة هواوي الصينية تفتتح أول منطقة اختبار لتقنية الجيل الخامس لها في موسكو.
أورد مركز الإحصاء والمعلومات الاستراتيجية التابع لوزارة التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية في إيران تقريرا جديدا يتناول الأوضاع المعيشية للمسنين داخل البلاد، حيث جاء فيه أن 20% من المسنين في إيران أسفل خط الفقر. وأظهر التقرير الحكومي الإيراني أن أكثر من 1,000,000 مسن في البلاد يضطرون للعمل لتدبير المتطلبات المعيشية اليومية، ويعاني ما يتراوح بين 30-40% من المسنين الإيرانيين تداعيات انتشار الفقر في البلاد دون أي دعم حكومي يذكر من أي مؤسسة تبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم الحياتية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر إن هناك أخبارا هائلة من هيونداي وكيا ودلفي أوتوموتيف، حيث يعتزم كونستريم الشركات الثلاث تنفيذ مشروع مشترك بقيمة 4 مليارات دولار لتطوير تقنيات القيادة الذاتية في الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن المشروعات الجديدة تدر للولايات المتحدة الكثير من الدولارات والوظائف. وعبر ترامب خلال زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية في شهر يونيو الماضي عن تقديره لشركات كوريا الجنوبية على استثماراتها الكثيرة في الولايات المتحدة. كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أنه من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي خلال 24 ساعة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي. ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن تستند خطة المملكة المتحدة إلى إنشاء منطقة اقتصادية في جميع أنحاء أيرلندا، والتي من شأنها أن تسمح للمنتجات الزراعية والغذائية بالانتقال دون مراقبة على الحدود. وكان جونسون قد أكد عزمه على تنفيذ بريكزيت مهما كلف الأمر في 31 أكتوبر الجاري، متعهدا بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. افتتحت شركة الاتصالات الصينية هواوي أول منطقة اختبار للجيل الخامس في العاصمة الروسية موسكو بالتعاون مع مشغل الاتصالات الروسي MTS، حيث تمكنت هواوي من الاستغناء عن المكونات الأمريكية الداخلة في إنتاج محطات شبكات الجيل الخامس للإنترنت. وقال مؤسس ورئيس الشركة رين جين جيفي إن شركة هواوي قد نجحت في الاختبارات التي أجرتها في شهري أغسطس وسبتمبر، وتمكنت من الاستغناء عن حوالي 500 مكون إلكتروني أمريكي. وتتوقع الشركة زيادة في المبيعات أو في مبيعات معدات الاتصالات خلال العام المقبل.